تفضل إلى تعال إلى كيف نخشع، لماذا، أو يعني كيفية الخشوع، إدراك أسرار العبادة نفسها. نعم. لأن العبادة دايما لها سر، زي بالضبط في علم الناس يقولوا إيه مفتاح الشخصية. واحد شخصيته إيه كلمة طيبة، واحد شخصيته يقول له ده فلان ما كنتش تبقى شرس مع مطعم يعني، وفلان ده كلمة طيبة تجيبه حكمة لطيفة بهذا المنطق. للصلاة أسرار. نعم. أول شيء في الصلاة إيه؟ المؤذن. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله، أشهد أن محمد رسول، حي على الصلاة حي على الفلاح. العبد أول ما يسمع كده يذكر النداء يوم القيامة، يذكر نداءه نداء الله يوم القيامة. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. ماذا يقول المنادي من قبل عز وجل؟ أيتها العظام النخرة، أيتها اللحوم المتناثرة، قومي لفصل القضاء أمام الله رب العالمين. فنقوم كجراد المنتشر. يبقى أنا لما أقول حي على الصلاة حي على الفلاح أربط ده بالإيه؟ استحضر هذا المشهد. ولذلك ليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أرحنا بها يا بلال؟ نعم. يروح ازاي يعني بايه؟ بان تترك هموم الدنيا ويلقى الله عز وجل. لو ان شوف الوصف الحديث، لو ان نهرا يجري بباب احدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقي ذلك من درنه شيئا؟ لا. قالوا لا يا رسول الله. قال هكذا الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا كما يمحو الماء الدرن. اذا نفس القضيه، انت عندك جهاز التلفاز ده اللي قاعدين اخواننا المشاهدين يشاهدوه، الوكاله تاخد الجهاز ده كل يوم 5 مرات تضبطه، تضع على الكمبيوتر وتظبط وتشوف اللمبه التعبانه وتشوف المفتاح مش عارف ايه والاضاءه وكميه الالوان ومش قادر حنا، ويرجع الجهاز ده عمره كام؟ ما شاء الله. ولله المثل الاعلى. الجهاز الانساني خلقه خالقه وانشاه سبحانه وتعالى، وهذا الجهاز يعرض على الخالق 5 مرات كل يوم ليعاد تضبيطه بعلاقه المخلوق مع الخالق والمعبود مع العابد. الله الله. بهذا المنطق انا فاهم ليه الصلاه. نعم. تعال الى الايه، الى انا اول ما اسمع الاذان اجري على الايه، الطهاره. طب هل الطهاره هي دي غيروا فيه علاقه اقرب ظاهره وعلاقه ابعد باطنه؟ ازاي؟ السر. انا اغسل يدي، والله يدي نظيفتان صح، ويدك نظيفتان. نعم. ويد المشاهد نظيف. نعم. انا بغسل يدي تعبدا، ولكن ايه؟ ده ظاهري، لكن باطني. طب اليد دي طالما تتوضا هكذا ليه تاخد رشوه؟ ليه توقع على قرار ظالم لفصل عامل؟ ليه توقع على 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 على, على حكم في محكمه بظلم مظلوم؟ ليه ما تستغلش بكذا وكذا؟ ليه ما تعطيش الصدقه؟ ليه هذه اليد تؤذي الناس؟ ليه تضرب؟ سبحان الله. صنفان من الناس من امتي لم ارهما، رجال معهم ايه؟ سياط كأذناب البقر يضربون بها أبشار الناس. نعم. سبحان الله. القوات مش عارف مكافحة الشعب والعصيان الكهربية لم يرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعياذ بالله. ونساء كاسيات عاريات يعني تكملة القضية. فسبحان مع أن الكاسيات العاريات لا يضربوا بالإيه بهذا العصي، لأنه مش عاملين إرهاب. نعم. تركب إزاي ما تعرفش. خدها وخلاص كده. فبس جات المداخلة الآن يعني. نعم. اليد أهي. خلاص ليه الفم؟ طب انا فمي نظيف، لكن المضمضه قال لا خلي بالك هذا الفم اللي هيقرا القران الان لا داعي لغيبه ولا نميمه ولا كذب ولا شهاده زور ولا فحش ولا سب ولا تفريق بالناس ولا اشاعه شائعات ولا خوض في اعراض. فهمت ايه؟ يبقى انا ظاهر وباطن. استنشاق، الله، يبقى ربنا سبحانه رزقني هذه النعمه عشان لا اشم روائح لا تحل لي وانما اشم رائحة تحل لي. اغسل وجهي، طب الوجه ده محل نظر للمخلوق، طب ما القلب محل نظر الخالق. طب انا بغسل عيني، طب ما العين دي من الواجب ايه؟ من الواجب الا ترى الى حرام وتنظر الى المصحف والى المسلمين برحمه والى الزوجه والاولاد والى اخره. الذراع الايمن، الذراع الايسر، الراس، الرجلين، نفس القضيه، لا اذهب بهما الى مكان. اصبحت الجوارح طهرتها ظاهرا واستعدت معها المعاني الباطنه. هذا هو سر الوضوء. سر الوضوء، دخلت سر الوضوء كده، دخلت سبحان. تعال بقى ايه الـ انا ايه اول شرط من شروط صحه الصلاه؟ ايه؟ استقبال القبله. ده شرط، ما هو عندنا شرط وعندنا ركن.
نعم. الشرط ليس جزءا، يعني الشرط ليس جزءاً. يعني المهندس او البناء بنى هذا الاستوديو، بنى هذا البناية، هو شرط لوجوده لكن ليس ركنا فيه. نعم. تمام. نعم. او ده الفرق بين الشرط والركن في الفقه. فالشرط صحة الوضوء ليست ركنا، الطهارة ليست ركنا، طهارة البدن والثوب والمكان، ثم استقبال القبلة من شروط صحة الصلاة. طيب لما استقبل القبلة اعلم اننا جميعا كمسلمين، الاخ اللي في اندونيسيا يتجه صوب الغرب، والاخ اللي في المغرب يتجه صوب الشرق، والاخ اللي في اسكندنافيا وفي في في الاسكا يتجه للجنوب، والاخ اللي في جنوب افريقيا يتجه للشمال، فكل اتجاهاتنا فين؟ على مكان واحد. ما دام وحده القبله يبقى وحده الهدف. نعم. وحده الافكار. يبقى ما فيش داعي ان نقول انت حنفي انت شافعي انت مش عارف مسلم انت سني انت شيعي انت، لا 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 لا، بس صبرك بالله، قبله واحده، كلنا قبله واحده. كلنا قبله، فنوحد القبله. ما دام وحدنا القبله بعد ان وحدنا المعبود سبحانه وتعالى يبقى وحده العباده، زي ما قلنا قبل ذلك توحيد الكلمه كلمه التوحيد وتوحيد الكلمه. هذه كلمة لا إله إلا الله. نعم. فكلنا وفق المنهج. كله ننظر إيه؟ إلى قبلة واحدة. ليه؟ يبقى أن أنا سبحان الله لا، ده المعنى الظاهر، القبلة هي الكعبة. لكن وقال لك إيه؟ أنا لو عملت خط من أذنك اليمنى إلى الكعبة المشرفة، الخط يلمس الركن بتاعها. الله. هي كده. فإيه؟ فطيب ده المعنى الظاهر، أنا أمام الإيه؟ أمام الكعبة. وبعدين انا اقول وانا في نفس الوقت انا انتدب وفد مكرم بيروحوا كل كم يوم العمره ويروحوا كل سنه الحج عشان ينوبوا عن بقيه المليار ونصف لاداء فروض الولاء والطاعه للخالق سبحانه بالنيابه عن بيت الفضل. نعم. سبحان. فانا ده المعنى الايه، المعنى الظاهر. طب المعنى الباطن، الا اولي وجهي بعيدا عن الله عز وجل. نعم. لا اصرف وجهي، خلي كده سبحان الله، أنا سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض وغيرها، دول ربنا يصرف عنه، لكن أنت لا تصرف، سبحان الله، أنت سبحان الله لا تصرف وجهك بعيدا عن رب العباد سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن أنت عندك غاية. ما هي؟ وأن إلى ربك المنتهى. أن إلى ربك المنتهى. أنت جيت في الاستقبال وضعت هذا الإيه سبحان الله، وبعدين أول شيء الاعتدال، وبعدين تطأطي الرأس. وبعدين استحضار الانوي، ايه النية؟ نوية صلاة الظهر او العصر ولا يجوز الترفض بها، لكن داخل، لكن النية دي عبارة عن مناجاة، يا رب انت مطلع علي، يا رب صحيح لي النية دايما. يا رب خلي نيتي خير. يا ترى انا رايح ازور المدير لما مرض ابتغاء مرضات الله، ولا عشان يقول والله الرجل الموظف ده يعني ما شاء الله عليه، عنده انتماء، جاي بمناسبة معينة، راح الموظفين يسلموا على معالي الوزير، مبارك عليك الشهر، مبارك عليك مش عارف، هنيئا لك كذا، يهنئوه بشيء معين. طيب هل يا ترى انا دخلت عليه فعلا للتهنئه لانه مسلم، ولا دخلت عليه يعني كده واخرج انا اتكلم عن النيه، انما الاعمال بالنيات. يبقى انا ايه وانا بنوي؟ اقول يا رب خلي النيه سبحان الله. وبعدين ايه؟ نيجي للتكبير، اسمها تكبيره الاحرام، يعني تكبيره الاحرام. ليحرم بعدها ما كان قبلها. يحرم ايه؟ كان قبلها اكل واشرب واتكلم واتحرك، اصبح الان ايه؟ لا كلام، لا حركه، لا اكل، لا شرب. خلاص الله اكبر، خلاص. وبعدين مع معناها الكبير، مع المعنى الكبير اكبر اكبر من زي ما قلنا في الايه الحلقه السابقه سبحان الله. وبعدين اول الله اكبر، وبعدين ايه؟ وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض، دعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح، حنيفا وما انا من المشركين سبحان الله. يبقى وجهت وجهي زي ما اخر الليل لما انام، اللهم اني وجهت وجهي اليك وجهت ظهري اليك، ولا ملجا ولا منجا منك الا منك، امنت بكتابك الذي انزل ونبيك الذي ارسل. انت خرجت من حولك الى حول الله، ومن طولك الى طول الله، واصبحت قضيه ايه؟ دعاء الاستفتاح. وبعدين الاستعاذة، أعوذ بالله من الشيطان. أنت بت إيه؟ سبحان الله العظيم، بيقول أنا ليس لي عدو واحد في الدنيا إلا الشيطان. إذا لا عم عدوي، ولا خالي عدوي، ولا جاري عدوي، ولا اللي بيشتغل تحت إيدي عدوي، ولا المدير بتاع، أبدا. يبقى أنا عدو واحد
نعم. على اصرف وجهي ناحيه الخشوع في الصلاه مربي. ما هو سلوك. سلوك لان الصلاه ايه؟ صله. ما الصلاه في اللغه صله بالله. حتى في اللغه الصلاه معناها في اللغه دعاء. نعم. الصلاه يقول حتى الغير مسلمين يقول لك انا سوف اصلي لك. يعني ادعو انا pray for you مش عارف ايه. يعني ايه؟ هو انا اصلي انا ادعو لك. الصلاه في اللغه الدعاء.